السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تشكيلة من المخللات. طبعا المخللات مش محتاجة افتكاسة، يعني هي سهلة جدا وبسيطة، بس نسمي الله طبعا ونبتدي ان احنا نشتغل. كل حاجة تبقى حلوة جدا وهتطلع معانا مظبوطة. طبعا كل المخللات انا بعملها بمكونات واحدة، اللي هي الخل والملح ومعلقة السكر والمية، بس مش اكتر من كده. طبعا لو عايزة تزودي ورق لورا وكمان توم زي ما اي حد بيعمل براحتك، لكن انا مش شايفة ان في فرق، وهي بالنسبة لي كده بتطلع مكونات مظبوطة جدا. انا متعودة اعملها بطريقة مامتي الله يرحمها، وبتطلع معايا ما شاء الله حلوة جدا جدا. جربوا طبعا الطريقة ديت وهي هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة بالنسبة لمخلل اللفت، طبعا احنا بنجيبه مقاسه يكون صغير او وسط، وتكون الحباية طبعا باين عليها ان هي من جوه مش متفرغة. بنغسلها كويس جدا، بننقعها، يعني انا نقعتها مرتين ثلاثة كده، وبعد كده طبعا بالسكينة بتاعتي الحلوة بدأت ان انا انضف الحتت اللي مش مرغوب فيها، وسبت جزء من العروق بس تدي منظر. يعني لو عايزه حابه انك تاكليه اوكي مفيش مشكله، مش حابه هي بتدي منظر في البرطمان، بتخلي منظر البرطمان حلو. يعني طبعا انا زمان وانا صغيره كنت باكل العروق بس، ما كنتش بحب اللفت يعني، بس دلوقتي ما شاء الله بحبه كله على بعضه كده، وخصوصا مع طبعا العدس اللي هو اوانه برضو في الشتاء، فان شاء الله يطلع معاكوا احلى مخلل بيتي تحفه جدا جدا، يغنيكي عن انك تشتريه من بره وانتي مش عارفه طبعا هو معمول ازاي. احنا طبعا بنسمع كلام كتير وقولان كتير عن تمليح المخلل في الشارع او في المصانع، فالافضل ان احنا نعمله في البيت واحنا ضامنينه ويكون طبعا نظيف ومش مشكوك فيه. تاني حاجه طبعا حابه اقول لكم عليها ان هو بعد ما يستوي معاكم، شوفوا بقى هياخد كام يوم، نقول اسبوع مثلا او حاجه زي كده، نعبيه في برطمانات صغيره لو احنا حاطين برطمانات كبيره، ونبدا نحطه في التلاجه بتاعتنا، علشان طبعا التلاجه هتحافظ عليه، ممكن تقعد من السنه للسنه مش هيحصل له اي حاجه خالص، لان طبعا لو حطيناه في بره في المطبخ حتى لو كان في الشتاء مع حرارة الفرن طبعا والبوتاجاز كده كده بيعمل ريم ابيض وممكن يطرى مننا. نحطه بقى في التلاجة، ودي كانت تاني نصيحة طبعا حابة ان انا اقولها لكم. اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين انا قطعت المخلل اللفت وحطيته في البرطمانات، وطبعا وريتكم ان انا قطعته بطريقتين، بالسكينة المشرشرة او بالسكينة العادية. حطيت طبعا على كل لتر ميه حوالي معلقتين من كبار من الملح الخشن، ومعلقه سكر، وكمان ربع فنجان صغنن او نص فنجان من بتاع القهوه ملح، انا خل، سوري. طبعا انا مش بكتر الخل علشان ما يتهريش معايا وما يبقاش طبعا طعمه خل. وكده انا عملت طبعا مخلل اللفت. دلوقتي انا بعمل المخلل المشكل، معايا كرنبيته اخدت من نصها، طبعا سلقها سلق خفيف جدا مش سلقها خالص يعني، عشان طبعا تاخد سوا برضو الخضار التاني. وحطيت جزر في الاول، وزي ما انتم شايفين بقطع برضو جزء من اللفت، وهحط فلفل وخيار. طبعا اي حاجة عايزة تملحيها، بصل بقى اي حاجة حطيها برضو معايا، انا الصراحة نسيت احط بصل. انا بحب جدا جدا المخلل المشكل احطه في العلبة ديت، بيطلع المخلل معايا اطعم بكتير بكتير كمان من البرطمانات. بحط كده زي ما انتم شايفين الفلفل، بقطعه على 2 أو 3 حسب الحجم، لان انا بجيب حجم صغير جدا، بس للأسف انا ما لقيتوش موجود اليومين دول خالص في السوق، فاضطريت ان انا احط الحجم الكبير ده. بقطع الخيار زي ما انتم شايفين، طبعا بتقطع الخضار بالطريقة اللي تريحك، مش لازم بطريقتي يعني، اقلبه كده. طبعا تقدري تعمليه في بولة برا وتقلبيه وتحطي السائل التمليح، وتنقليه بعد كده في الحاجة اللي هتملحي فيها، بس انا بحب اشتغل على طول في العلبة اللي انا هعمل فيها، عشان برضو ايه ما طلعش مواعين كتير وهدر يعني في الحاجة. وكده بعد ما قطعت كل الخضار ببدأ اعمل السائل بتاع التمليح.
زي ما قلت لكم، معلقه السكر مع معلقتين الملح طبعا الكبار على كل لتر ميه، وبحط كميه خل. طبعا انا بحط بمجرد النظر لان انا عارفه خلاص المقادير بتاعتي. تقدري انت كمان تحطي بالكوبايه لو عايزه، او بالكوبايه المعياريه براحتك يعني. لازم طبعا الميه تغطي خالص العلبه او تغطي الخضار علشان طبعا ايه كله يتملح. هغطيه بقى بالكياس المفتوحه بتاعه التلاجة اللي طبعا انا بشتريها مخصوص يعني مفتوحه كده، واقفل الغطا كويس جدا جدا واسيبه. طبعا هو بالظبط كده والله اخد معايا 3 ايام وبدانا ناكل منه، كان طبعا روعه جدا جدا ما شاء الله يعني. اتمنى طبعا ان تكون وصفه النهارده عجبتكم وطريقتي تكون عجبتكم، وتقولوا لي طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير، واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يعمل سبسكرايب ولايك. والسلام عليكم.